عندنا هنا ليكسبيريونس. الوغ لاحظوا معايا لي دومين اللي مطلوبين في هاد المقاطعة. عندنا لادمينستراتيف، لاغريكولتور الفلاحة، لاكواكولتور، لافياسيون، عندنا الفواتور، ايميغراسيون فيرتويال. برنامج اللي بغيتكم اخوان اخوات انكم تدخلوا تسجلوا وتحصلوا ان شاء الله على فرصة الهجرة الى كندا، معرض الهجرة الافتراضي الشرق الاوسط وجنوب اسيا. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، دائما في تمام الصحة والعافية. اذا اخوان هذا البرنامج اللي ديجا هضرت لكم عليه في فيديو ديال البارح، برنامج اللي بغيتكم الان تدخلوا تسجلوا فيه، اللي غيكون فيه لقاءات، ولا غيكونوا فيه لي زونترفيو مقابلات اون فيرتويال، يعني باغ انترنيت، غيكون ان شاء الله في زوم. الناس اللي تقبلوا اولا الناس اللي بروفيلات ديالهم اللي بروفيل ديالهم مزيانين غادي يتحصلوا على كونفوكاسيون باش يديروا مقابلات مع المشغلين. اذا هذا البرنامج الاخوان كما كتلاحظوا اللي غيتقاموا المقابلات اولا غيكونوا مقابلات في 24 في يناير 24 يناير 2024. تعرف على خطوات الهجره الى نيوفاونلاند ولابرادور، تعرف على ما يعنيه العيش في نيوفاونلاند ولابرادور من حيث تكلفه المعيشه ونمط الحياه والوظائف والرواتب وحجم السكان وغير ذلك الكثير، احصل على امكانيه الوصول المباشر الى اصحاب العمل الذين يقومون بالتوظيف في مجال عملك، التواصل مع اصحاب العمل، قم بتحميل سيرتك الذاتيه والتي يمكن لاصحاب العمل مراجعتها، احضر جلسة معلومات مباشرة عن برنامج الهجرة وطرح الأسئلة مباشرة على مسؤولي الهجرة. إذا هنا كما كتلاحظوا عندنا بعض المعلومات المتعلقة الإخوان بهذا البرنامج، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. عندنا هنا جدول الأعمال، المنطقة الزمنية للحدث، المنطقة الزمنية المحلية، جلسة معلومات. هنا غادي يكون نعطينا بعض المواعيد ولا الأيام اللي غيكونوا فيها البرامج متعلقة ولا مقابلات متعلقة بهذا البرنامج، كيفية العيش والعمل والهجرة في مقاطعة لابراتور. دونك هاد المعلومات دونك غيعطيهم في لادات اللي كما كتلاحظوا نهار 24/2024 في يناير، يعني غادي يكونوا معلومات على العمل والهجرة إلى المقاطعة. عندنا نهار 24 أيضا يناير 2024 على الساعة 7 غادي يكونوا ايضا بعض المعلومات اللي غنشرهم او لا غادي يطرحهم، كيفيه العمل كمعلم طفوله مبكره في اللغه الانجليزيه، اذا كانت عندك اللغه الانجليزيه بطبيعه الحال فيمكن لك انك تقدم لهذا البرنامج. المهندسون المحترفون وعلماء الجيولوجيا، فرص العمل في متجر اورانج، دونك كاين بزاف ديال المعلومات، مسارات اقليميه هجره في نيوفاونلاند ولابرادور، جسد نيوفاونلاند ولابرادور المهنيه. دونك عندنا بزاف المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج، غتلقاو كل شيء الإخوان في هذا الموقع اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. اللي كيهمنا هو التسجيل في البرنامج، إذا غنكليكي على تسجيل الآن. هنا غيطلع لينا واحد الفورميلاغ، إذا كيما كتلاحظوا غادي نديرو تراديكسيون بالعربية، نقربو شوية الشاشة. هنا عندنا الإسم الأول، كندخلو الإسم الشخصي والإسم العائلي، البريد الإلكتروني، هنا المواطنة أولا فين كتعيش، يعني هنا كتحدد البلاد ديالك، دونك غادي نرجع بالفرنسية باش ندخلو المعلومات إكزاكت، دونك نمشيو الفرنسية، تخالويغ. ألوغ هنا غادي نعطيكم طريقة ملء الإستمارة، إذا على سبيل المثال نكتبو في المثال وراء مهدي، نديرو في مثال مهدي مفتاح. هنا عندنا لادريس الكترونيك ولا البريد الالكتروني، عرف الجيميل، طريقة سهلة باش نعملو الفورميلا، غادي نديرو ليها كولي، دونك سي بون فوالا غادي تكتبها، يعني فخانة وحدة مكاينش بلا ما تكونفيرميها. عندنا هنا سيتويانتي، غادي نمشيو نقلبو على ماروك، فوالا بيي دو ريزيدونس، البلاد فين كتسكن او بلد الاقامة، غنديرو ماروك، نهبطو شوية لتحت،
عندنا نيفو ديتود با دو سيكوندير ولا نيفو ديتود سيكوندير نيفو ديديكاسيون. انا غالطين دايرين سيليباتير دونك غالطين جو بونس يعني 100% يكونوا غالطين. عندنا سيرتيفيكا ديبلوم نو انيفرسيتير ميتيي ابرونتيساج ديبلوم ديتود سوبيريور ماتر دكتورا ديرو في ماتسات سكوندير. عندنا هنا ليكسبيريونس. الوغ لاحظوا معايا لي دومين اللي مطلوبين في هاد المقاطعة. عندنا لادمينستراتيف لاغريكولتور الفلاحة لاكواكولتور لافياسيون عندنا الفواتور كونستركسيون ايديوكاسيون تعليم لانجينيوري فينانس ايكونومي سوان اي سونتي الناس اللي كيخدمو في مجال ديال الصحة هوسبيتاليتي تكنولوجي دو لانفورماسيون و دي كومونيكاسيون تي اي سي فابريكاسيون الناس كيخدمو في مجال ديال الفابريكاسيون ميتيي سبيسياليزي كيخدم في واحد الدومين يعني سبيسياليزي ترونسبور الناس كيخدمو في مجال ديال النقل او لا ترونسبور لوجيستيك ولا اوتر. الا ما لقيتيش دومين ديالك هنا كتحدد اوتر. نديرو حنا في مثال ترونسبور كمثال. هنا افيو باسي لو ان سي اكس هنا غادي نديرو نو انا طو شويه لتحت. عندنا لي لونغ بالنسبه للغه الانجليزيه واش كتهضر بها بطلاقه كوغامو ولا ضعيفه ولا ما كتهضرش بها يعني بصفه نهائيه ما دايرينش هما نيفو لي نيفو. الا كتهضر الانجليزيه مزيان كدير وي ما كتيش كتهضر اونغلي مزيان كدير نو. هنا عندنا افي فو باسي ان اكزامان دو كومبيتونس اونغلي واش دوزتي شي اختبار اللغه ديال الانجليزيه وي ولا نو. فوالا عندنا هنا واش كتهضر اللغه الفرنسيه بطلاقه نعم ام لا ندير وي. افي فو باسي ان اكزامان دو كومبيتونس دو لونغ فرونسيز واش دوزتي اختبار اللغه ديال الفرنسيه إذن غدير نعم أم لا. دون كيل بيي فو دون كيل بيي افي فو فيت دي زيتود بوست سكوندير. هنا غادي نديرو المغرب يعني فين يعني قريتي ولا لي زيتود ديالك. عندنا هنا دي كيستيون الوغ غادي نديرو هاد لي كيستيون باللغة العربية باش نفهمو كاملين شنو كيعني نقلبو اللغة العربية ولا اعرب تخادوير. ما هي الاسئلة التي لديك حول العيش في نيوفاولاند ولابرادور؟ هنا كاين بعض الامثلة ديال الاسئلة اللي ديجا انا بريباريسهم فوالا. دونك عندنا هاد السؤال هذا كومون انفيزاجي فو دو فوز انتيغري دون لا كوميونيتي دو تيغ نيف اي لابرادور. غادي نكتبو هاد لا ريبونس. عندنا سؤال غنخليكم هاد لي كيسيون الاخوان في صندوق الوصف باش يعني نسهل لكم العمليه. لي كيسيون او لي ريبونس ديالهم يعني متعلقين بالمقاطعه ديال لابرادور. ما الذي تامل ان تستفيدوا من حضور هذا الحدث الافتراضي؟ فوالا عندنا لي ريبونس كاملين دونك كلشي غنخليكم في صندوق الوصف. كيف عرفت عن هذا الحدث؟ هنا غادي نديرو في مثال وسائل التواصل الاجتماعي يمكن لكم تختاروا اللي بغيتو. غادي نمشيو لو سيفي على لاتر دو موتيفاسيون. دونك سيفي هما دايرين هنا تحميل السيرة الذاتية. من الأحسن أنك تجواني سيفي على لاتر دو موتيفاسيون يكونوا في أن سول فيشي يكونوا في فيشي واحد أولا في دوسي واحد يعني باش تبوسيلي بطريقة احترافية. دونك نحطو واحد لو موديل نشوفو في مثال واحد لو موديل ديال ديال السي في. دونك نديرو في مثال هاد السي في هذا فوالا نديرو اوفغيغ فوالا. دونك حطينا لو سي في نقولو سي في ليتر موتيفاسيون. غادي نكوشيو الخانة ديال الكابتشا نراجع المعلومات قبل ما نقدم الطلب ديالي فوالا كلشي على ميرام. غادي نكليكي على تقديم طلب. هنا غنتسناو الان كيتم معالجة البيانات ومعالجة المعلومات على الموقع وغيتم ارسال طلب مباشرة المكلفين بالهجرة مقاطعة لابرادور. إذا تم إرسال طلب كما كتلاحظوا الإخوان. شكرا لك للتسجيل الخاص بك. شكرا لك على التسجيل لهذا الحدث. نحن متحمسون إنضمام إليك.
سنرسل إليك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني قريبا، تتضمن جميع التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها قبل الحدث. في هذه الأثناء يرجى حفظ التاريخ والتأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك. إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات فلا تتردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدعم، ونحن سعداء للمساعدة، نحن نتطلع لكي نراك في الحدث. إذا دابا من بعد ما كتكري الكون ديالك كتمشي للجيميل، كتلقى واحد الرسالة اللي كتوصل بها، كتكونفيرمي، كتلقى واحد لين باللون الأزرق، كتكليكي عليه كتكونفيرمي الطلب ديالك، ساليتي وكتسنى الرد ديالهم. إن شاء الله كتوصل، ومن بعد إن شاء الله من بعد ما كيراجعوا البروفيل ديالك كيصيفطوا لك واحد رسالة عبر الجيميل باش تحضر إن شاء الله الحدث، يعني بحال شكل ديال الكونفوكاسيون. إذا إخوان، هذه طريقة تسجيل في البرنامج، طريقة سهلة جدا. اللي ما عرفش يتسجل، اللي لقى مشكلة ولا عنده ما عندوش الوقت، يتواصل معنا نسجلوا ان شاء الله. راه وضحت لكم المهن المطلوبه اولا لي سيكتور داكتيفيتي اللي مطلوبين. توكلوا على الله، نتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم ابو ريان، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.